نجل الفنان الراحل حسن عبدين يروي تفاصيل طرد والده من أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. روى خالد نجل الفنان المصري الراحل حسن عبدين قصة نادرة عن والده بشأن اعتزاله الفن عقب عودته من أداء العمرة في السعودية. وقال خالد في تصريحات تلفزيونية أن والده الفنان المصري الراحل حسن عبدين طرد من أمام قبر الرسول في المدينة المنورة فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن. وأضاف نجل الفنان المصري والدي كان شغال في مسرحية عش المجانين عام 1979 وفي الأجازة رح يعمل عمرة وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي. وأكمل خالد حراس المقام الشريف شافوه وعارفين ان هو ممثل فطردوه وقالوله انت ممثل ابعد ما ينفعش تقف هنا. واوضح ان والده تأثر كثيرا بهذا الموقف ولما رجع حبس نفسه في البيت وبيجي يصلي بس وخد قرار الاعتزال فبلغ الاستاذ محمد نجم وقال له قدامه 15 يوم وتشوف حد غيري في المسرح. وحاولوا يقنعوه بس هو رفض. والأستاذ إبراهيم الشامي قال له تعال ناخد رأي الشيخ الشعراوي وتابع. لما راحوا للشيخ الشعراوي كان بيصلي وبعد ما خلص صلاة خد بابا بالحضن فاستغرب وقال له حضرتك تعرفني؟ قال له اه طبعا وبشوف لك حاجات كمان. قال له ده انا جاي عشان انا قررت اعتزل الفن. وسرد له الموقف. فالشيخ الشعراوي قال له انت بتقول كلمة كويسة وطيبة لما تعتزل مين هيقول كلام كويس او طيب. ومن هذا اليوم انشرح صدره وقرر انه يستمر في التمثيل والفن الهادف. ويشار الى ان اخر اعمال الفنان حسن عبدين هو مسلسل انا وانت وبابا في المشمش والمسلسل من اخراج محمد فاضل وبطولة فردوس عبد الحميد وحسن عبدين ونخبة من النجوم. وحسن عبدين من مواليد 21 اكتوبر عام 1931 وتوفي يوم 5 نوفمبر عام 1989. هو واحد من اشهر الممثلين المصريين وله ادوار مميزة في السينما والمسرح والدراما وقام ببطولة العشرات من المسلسلات التلفزيونية الناجحة في وقتها من بينها المسلسل الشهير اهلا بالسكان بالاضافة الى عمله في سهرات تلفزيونية وادوار عديدة في مسرحيات مثل دوره في عش المجانين ولعب ادوار الاب الحنون والموظف المطحون والانسان الطيب الذي يحافظ على القيم كما لعب دور الضابط والباشا وكذلك الادوار الكوميدية والتراجيديا. رحم الله الفنان المصري القدير حسن عبدين وأسكنه فسيح جناته